تسدل العدو قطن بي تي اس بأغلبية ساحقة. تصويت الاختيار الأسبوع ديلي سبورت وموبات حول من هو أفضل عدو ماكني كان هذا الأسبوع للتصويت حول العالم من 17 إلى 23 من فبراير. لم يكن التصويت سهلا بالنسبة للجمهور حيث كان عليهم اختيار أفضل عدو صغير من بين 10 مرشحين. وقد فاز العدو كوك بإجمالي 289 ألف صوتا من إجمالي 634 ألف صوتا ليحتل المرتبة الأولى. فالعدو كوك من بي تي اس نموذج مثالي لفنان البوب الكوري من حيث الصوت وموسيقى الراب ومهارات الرقص مع بنية جسدية مثالية ووسامة قاتلة. ثم جاء في المرتبة الثانية آيان عدو ستري كيدز بأكثر من 157 ألف صوتا وبذلك احتل المرتبة الأولى من بين أصغر أيدل الجيل الرابع. أما بالنسبة إلى تحليل المشاركين حسب قارات العالم، شاركت آسيا في هذا التصويت بأعلى معدل، تلتها أمريكا الجنوبية ثم أمريكا الشمالية ثم أوروبا ثم أفريقيا، وكانت فيتنام من أكبر الدول التي أدلت بأصواتها إلى العدو كوك من بي تي اس. في إخبار أخرى، في مقابلة مع مجلة الويب هاي بيست في 22 من فبراير، أوضح جاي بارك سبب حذفه لحسابه الشخصي عبر الإنستغرام، حيث قال هناك سببان رئيسيان. أولهما استقالتي من منصب الرئيس التنفيذي لشركة AOMG، لقد كان قرارا صعبا للغاية. وأضاف السبب الآخر قائلا: أريد أن أحفز نفسي وأظهر أسلوبا غير متوقع للأشخاص الذين يشاهدونني دون تغيير في أي من نواياي الأصلية. فقد غادر جاي بارك منصة الإنستغرام في أوائل الشهر الماضي، وفي ذلك الوقت كان لديه 5.8 مليون متابع. وبالنظر إلى قواعد الإنستغرام، يتلقى 10 وان كوري مقابل كل متابع، وبالتالي تعرض جاي بارك لخسارة أكثر من 50 مليون وان كوري. في إخبار أخرى، يوم 24 من فبراير وصلت جيسو إلى شعبية عالمية غير عادية، حيث تجاوزت 57 مليون متابع على منصة الإنستغرام، وقد تم تحقيق هذا الرقم بعد 3 سنوات و8 أشهر منذ إطلاق حسابها لأول مرة في يونيو 2018. ليست جيسو فقط، فجميع أعضاء بلاك بينك لديهم سجل مميز على هذه المنصة. ففي تمام الساعة 7 مساء في نفس اليوم بتوقيت كوريا الجنوبية، تجاوز حساب ليسا 73.8 مليون متابع، وتجاوز حساب جيني 61 مليون متابع، بينما تجاوز حساب روزي 55.9 مليون متابع. في الوقت نفسه، في كل مرة تعود بلاك بينك إلى الساحة تتحول أغانيهم إلى نجاحات ساحقة، ولكن مر الآن أكثر من عام على آخر ظهور للمجموعة معا، مما أثار غضب الجمهور وانتقاد وكالة واجي. ولكن هل هذا حقا خطأ وكالة واجي؟ فسابقا كانت الفنانة ليهاي تعمل تحت وكالة واجي، ولطالما شعر المعجبون بالأسف عليها لأنهم أعتقدوا أن موهبة ليهاي ضاعت خلال فترة تعاقدها مع وكالة واجي، حيث لم يكن لديها كثير من الأعمال ولا العودات في هذه الفترة. وخلال استضافة ليهاي في برنامج لوكميابي يوم 23 من فبراير، قامت ليهاي بقراءة تعليقات المعجبين، وعندما رأت تعليقات تقول أنها كانت أكثر فنانين واجي تعرضا لسوء معاملة، أكدت أن الوكالة عملتها بشكل جيد وقدمت لها كثير من الدعم في بداية حياتها المهنية. بعد ذلك أوضحت ليهاي لماذا نادرا ما يكون لدى فنانين وكالة واجي عودات متواصلة. قالت: هناك العديد من الفنانين الذين يعملون تحت وكالة واجي، ويستغرق الترويج لكل فرقة أو فنان منفرد حوالي شهرين، وهذا يعني أنه لا يوجد سوى 5 أو 6 فنانين يمكنهم العودة سنويا. وبهذا الشرح تفاجأ المعجبون كثيرا. ومع ذلك، على الرغم من تفسير تأخر عودات فنانين وكالة واجي، إلا أن البلينك تحديدا يشعرون بخيبة أمل كبيرة، لأن عودة بلاك بينك ربما لا تزال بعيدة. ولكن بالنظر للعام الماضي، حققت واجي عودات رائعة منفردة لإثنان من أفضل فنانيها، روزي أولا ثم ليسا ثم آيكون ثم تراجر، وكذلك الفنانة المنفردة سومي. والآن وكالة واجي أكدت عودة فرقة بيك بانج هذا الربيع، وبعد ذلك ستكون فرقة وينر. ولكن على الرغم من تبرئة وكالة واجي من الانتقادات، إلا أن محبي بلاك بينك بشكل خاص لم يعجبهم طريقة إدارة واجي لأعمال فنانيها، حيث أشار البعض إلى أن فترة التحضير لعودة أي فرقة تستغرق شهرين، هذه فترة زمنية طويلة لكن ربما معقولة، فما رأيك أنت في ذلك؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.